بس بالنسبه للاخطاء، احنا دايما بنتكلم على ان النادي الاهلي دائما ما يصوب من اخطائه من وجهه نظره، ولكن هل انت مع الاعلان عن هذه الاخطاء او عدم الاعلان؟ يعني بمعنى ان في بعض الامور ان انا اقول ايه؟ ان انا عندي اخطاء في 1 2 3، في ناس تطلع تقول كده زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ عمل، وفي ناس تانية تطلع تقول لك لا انا ما اقولش واستنى واشوف ايه اللي هيحصل. انت مع ايه؟ مع انهي وضع؟ لا مع عدم الاعلان طبعا، لان انا هعلن ليه على اخطائي؟ انا مش داخل امتحان، انا بلعب كوره وعندي دوري وعندي مسابقه بلعب فيها، المفروض ان انا بنافس منافسه شريفه فيها عدل وفيها تحكيم عادل. وبعدين نغمه اصله الزمالك احسن والزمالك افضل، هي نغمه انا مش فاهمها. اقوى هجوم في الدوري هو هجوم النادي الاهلي، اعلى لاعب عامل اسيست في الدوري هو علي معلول لاعب النادي الاهلي، هداف الدوري محمد شريف لاعب النادي الاهلي. فالحقيقه فكره ما اعرفش جت منين فكره انه الزمالك افضل ومستواه افضل، هل عشان الفوز المتتالي؟ ما هو الفوز المتتالي ده اغلبه بفارق جول وبحاجات كلنا يعني شفناها. خلينا نتكلم عن النادي الاهلي اكتر. فالاهلي خلينا بس نتكلم عن النادي الاهلي اكتر في كل هذه الامور، لانه هو الاهم بالنسبه لك، الاهم بالنسبه لك وبالنسبه لنا كلنا ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي والانجازات اللي بيتم تحقيقها خلال هذه الفتره مع النادي الاهلي. كيف ترى النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ اعتقد انه في اخطاء لازم تتصلح وهم اكيد عارفينها، والصفقات حسب ما تردد في الاعلام الصفقات اللي جايه هتحل جزء كبير من ثغرات اللي موجوده في تشكيل الفرقه، زي ما قال الكابتن سيد انه الموافقه على لعب المباريات المضغوطه بدون لعيبه الدوليين في فتره الاولمبياد كانت صعبه وخسرت الفرقه نقاط. ولكن ده دورك. طبعا ده دورك يعني طبعا طبعا، بس هو انت وافقت على حاجه ولعبت مضغوط وفي الاخر هتتحاسب عليها. الاهلي عمل انجاز في نوفمبر، من نوفمبر لحد دلوقتي عمل 5 بطولات وبرونزيه كاس العالم، اعتقد ما فيش فريق عمل ده، خد دوري كاس سوبر افريقي برونزيه كاس العالم دوري ابطال افريقيا المره الثانيه. والحقيقه حتى وهو بينافس على الدوري اللي المفروض الناس بتقول ان هو شبه اتحسم رغم النظريا لم يحسم، بينافس لحد اخر قبل اخر جولتين، يعني احنا بكره بعد بكره الثلاث الجوله 33 الجمعه الجوله 34 لسه حتى الان الدوري ما اتحسمش، رغم انه الاهلي لما في المواسم اللي فاتت كان بيحسم الدوري قبل نهايته مع بدايه الدور الثاني تقريبا كان الدوري بيتحسم. فالحقيقه حتى في ظل الارهاق وضغط المباريات اللي فيه النادي الاهلي لحد الاخر بينافس. طبعا في اخطاء، طبعا لازم تتصحح طبيعي، انت فريق لاعب لو حسبنا المباريات هتلاقي الاهلي لاعب حاجه و70 مباراه، اكيد لازم يظهر اخطاء، واكيد السكواد بتاعك فيه لعيبه وقعت، الاصابات لو حسبنا معدل الاصابات لعيبه النادي الاهلي مرعب، يعني مرعب. بدر بنون بس اصابات، انت بتبرر كده يا عويس؟ ما هو ده اللي انا بقوله بقى. ودي النقطه اللي انا كنت لسه بتكلم المشكله يا كابتن اسلام، دي النقطه اللي انا كنت لسه بتكلم فيها. احنا بنشرح بين التبرير والشرح. التبرير ان انا ابقى ما عنديش حق وبقول سبب غير موجود على الارض الواقع، ولكن دلوقتي بقول سبب موجود على الارض الواقع. هل علي معلول ما اتصابش وقعد 4 شهور مصاب؟ هل بدر بنون ما اتصابش في الامطار الاخيره والاهلي كان محتاجه واتصاب بكوفيد وقعد بقاله شهر دلوقتي وطبعا ما دخلش احد اهم لعيبه دفاع النادي الاهلي بدر بنون؟ كتير. محمد شريف الهداف هداف الدوري اتصاب في مرحله صعبه جدا. انت لو قلت اي اسم، انت لو غمضت كده وقلت اي اسم هيطلع اتصاب. حاجه يعني الشناوي. انت لعبت اهلي.